البلاد ديالنا والعالم بأسره كيمر بأزمة مرتبطة بجائحة كوفيد-19. فهاد الظرفية الصعبة، مجموعة كوزيومار التزمت بمسؤوليتها وتجندت من أجل تزويد السوق الوطني بالسكر، وكانت أولويتها هي الحفاظ على صحة وسلامة جميع المتعاونين ديالها. التزامنا واحترامنا للتعليمات والتدابير الاحترازية والصحية اللي وضعناها في جميع مواقع الشركة مكنونا من مواصلة الأنشطة ديالنا بطريقة اعتيادية بمصفة السكر بالدار البيضاء وبمعامل السكر اللي تزامنت فيها هالظرفية مع الموسم الفلاحي السكري. هادشي ما كانش سهل وتطلب مجهودات كبيرة وانخراط جميع المتعاونين، منا اللي كان كيتوجه كل يوم لمقر العمل حيث الحضور ديالو ضروري، ومنا اللي كان تيقوم بالمهام ديالو عن بعد. شكرا لجميع المتعاونات والمتعاونين على مجهوداتكم وعلى انضباطكم في احترام التدابير الوقائية. نواصلوا جميع على نفس النهج وبنفس العزيمة لخدمة زبنائنا وشركائنا ووطننا الغالي.